بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله والمشاهدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى لكم إن شاء الله يوم سعيد وطيب، وفي حلقة جديدة من مطبخنا الليبي نقدم إن شاء الله من وصفاتنا الليبية اللي نعتز بها. اليوم حناخذ وصفتنا وهي الأولى، طبيخة البطاطا. طبيخة البطاطا من الوصفات المميزة في مطبخنا الليبي. الأساس هو البطاطا وممكن بعض الخضروات اللي هي الفول، حمص، بازيلا حسب الرغبة. عندنا طماطم مبشور حوالي ملعقتين كبار، عندي قطع من الدجاج أو ممكن تستبدلين باللحوم الحمراء حسب رغبتك، يا أما بقر يا أما الخروف كما تبي. عندي الحرارات، عندنا توم، وعندنا طماطم المعجون والبصل وشوية من الكسبر والفلفل والكركم والبزار والملح. عندنا طبعا المية المغلية والزيت. طبيخة البطاطا نبدأ في البداية على بركة الله، نحط طنجرتنا على النار هنحط كمية من الزيت، زيت نباتي. في وصفة نعطيها لك لو تبديلي مثلا زيت الزيتون. دائما نخلو زيتنا يسخن شوية، نحط حوالي رأس بصل صغير مفروم ناعم باليد. أنا حنضيف ملح مع البصل لأنها لحوم بيضاء اللي هي الدجاج. حطينا الزيت والبصل، بعدين حنحط باقي المقادير، بس خلوا شويه البصل والزيت يسخن، البصل باش ياخذ اللي هو التتبيله نتاعه. بالنسبه لي لو حطينا مثلا زيت زيتون ممكن تحطي كل المكونات، تحطي بصل، تحطي طماطم، تحطي الفلفل، تحطي كله واللحم، وتحطي البطاطا وكلها نحطون مع بعضهن. وبعدين طبعا في زيت زيتون، ممكن بعدين تاخدي اللي هي طماطم المعجون في كبايه، تحطي ملعقتين او ملعقه ونص كبار من الطماطم، تحطي الكركم والفلفل وشويه ملح وتذوبيهن وبعدين تصبيهن فوق. هذا اذا كان مثلا في حاله زيت زيتون، وما نبوش نقلو زيت الزيتون باش نستفيدوا من القيمه الغذائيه نتاعه. وممكن حتى نفس الطريقه هذه ديريها حتى على الزيت النباتي، يعني كلها فوق بعضها. انا عندي الزيت بصلي قبل، اذا كان هي لحوم حمراء هنا حنحطها مع البصل والزيت، لكن اللحوم البيضاء ضروري نضع اللي هو الطماطم والكركم وطماطم المعجون. هناخد ملعقتين كبار من طماطم مبشور ناعم أو المطحون، خلاط في ست البيت في أي حاجة أنت ترغبيها. هنحط من ملعقة ونص إلى ملعقتين كبار من طماطم معجون. هنحرك الطماطم باش بنت الطماطم تختفي معاش تظهر. هنحط الفلفل حوالي نص ملعقة كبيرة، وربع ملعقة اللي هي الكركم. هنا الإضافة اللي دائما خليها في مطبخك اللي هي الخل. هنحط خل على اللحوم خاصة البيضاء. هناخد شوية من البهارات أو من الزنجبيل. هنحط اللحم، لحم الدجاج. هنقلبه. في المرحلة هنا هنحط البطاطا، لأن لحوم البيضاء طيب مع البطاطا. لو كانت الحمراء نخليها يعني نص استواء بعدين نحط البطاطا متاعي. البطاطا هنا غسلتها وبعدين قشرتها. عندي الفول الأخضر، ممكن بازيلا، ممكن نضيف معاه اللي هو الحمص. نحط شوية الكسبر في البداية وبعدين حنحطه عليه شوية آخر. حنحط مية مغلية، خلي المية تقريبا في نفس كمية الخضروات، ما نكترش، لأن هذه قاعدة الخضروات حتخرج السوائل نتاعها كلها، فلو كترنا المية ممكن المية تخرب لك المرقة وما تعطيكش المذاق اللي انتي طلبتيه. بالنسبة للخبز عندنا الخبز المنزلي أو خبزة رمضان هي كالآتي.
هناخده 5 أكواب دقيق، هناخد 1.5 كوب أنا معيرتها أنا مية دافية، عندي ملعقة من كبيرة من الخميرة، عندنا بيضة لدهن الوجه، في عندنا كمون حلو اليانسون، وفي عندنا سمسم لوجه الجلان، وممكن تبديه بحبة البركة للحبة السوداء. عندنا 2 كبار ملعقة من الخل، والخل أنا معتمتها في الكتب متاعي عن تجربة في مطبخي حوالي من تدويني في كتبي من 89، وأنا بديت نستعمل في الخل وفعلا وجدته محسن اقتداء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن يفضل الخل في الأيدام. عندي هنا حليب البودرة المجفف تقريبا حوالي 2 كبار ملعقة، وعندنا البيكنج بودر 1 ملعقة صغيرة، والملح دائما مرافقنا في كل الأكلات ومن السوشي. نبدأ أول شيء باش نضمن الخميرة، دائما نقول في أشياء تضمنيهن حتى سوء تخزين، ممكن في حاجات صلاحية منتهية بدون حتى ما يكتب عليهن على العلبة، فأنت للضمان باش لما مقاديرك ما تفسديهنش تضمن الخميرة متاعك. هنحط اللي هو 1 ملعقة من الخميرة، خميرة من الكائن الحي تحتاج إلى وسط دافي، الوسط البارد يبطئ نموها والوسط الساخن يقتلها. هنا عندي 2 ملعقة أو 1.5 ملعقة من السكر، هذا الغذاء متاع الخميرة، حركها. هتلاحظي لو رديتي عليها تقريبا بعد 10 دقائق هتلقيها انتفخت وزاد حجمها، معناها هنا تفاعلت الخميرة لأنها من المواد الكيميائية ومن الكائنات الحية. هنا حتفاعل الخميرة طبعا مع السكر. عندي هنا الدقيق هنحط عليه، ملعقة صغيرة من الملح، عليه 1 ملعقة صغيرة من بيكنج بودر، 2 كبار ملعقة من الحليب البودرة، حليب البودرة أيضا يعتبر من المحسنات للعجائن. هنا ممكن في وسط الخلطة حنحط قليل من اليانسون وقليل من اللي هو الجلجلان منقيتهن، يعني الأشياء هذين كلهن يكونن عندي في المطبخ يعني في تجهيز من قبل، نكون انا شريتهن ومنقيتهن وحطيتهن وتفضيتهن في برطمانات من الزجاج او حسب ما انت فخارك حسب ما ترغبي انت، ودستين في المطبخ متاعك وقت الحاجه طلعيه، لان الاشياء هذين كثيرات الاستعمال في المطبخ. عندي هنا طبعا حنقلب بالشكل هذا، حنضيف 2 ملعقة كبيرة من الخل مع التقليب. عندي الزيت النباتي حتى وحنحط حوالي تقريبا ما يعادل 1/4 كوب، وحنخلي حوالي 1 ملعقة بعدين حنحطها على وجه الخميرة. هنقلب بالشكل هذا كله، هنبدأ نعجن في العجينة. بسم الله، هنعجن عجينتي حتى لو المية مثلا 1.5 كوب معيرتها وجتني شوية ممكن نضيف. العجينة هذه فيه نوع من المعجنات اللي هنا يبن انك تسكين واجد، وفي نوع من العجين انك تخمرين وتردي تكسر كمارن، هذا عادي ما يبنش منك عجن واجد. قليل من الزيت، يعني هنا ما تسحقش مني العجن بكثرة، يعني حنعاود كسر خمارها من جديد. هنخليها تخمر نص ايديا، وعندنا وحدة مجهزتها خامرة. أنا عجينتي جاهزة هنا عندي خامرة بالشكل هذا، هنشيل الحاجات هذينا كلهم باش
تريح في مدها. عندي طاجيني انا رشيته بالدقيق بالشكل هذا، يعني في المعجنات ترشي بالدقيق بس يكفينا. ممكن تفرشي ورق زبدة، قلنا يبدأ صديقك في المطبخ، أو ممكن تدني بفرشة فيها زيت وتعفريه بالدقيق أو ترشي عليه دقيق. هنا حنولع الفرن على درجة حرارة عالية، نزود درجة حرارة عالية. لأن المعجنات الأشياء اللي تبي درجة حرارة مرتفعة تحتاج إلى نار قوية، عكس الحلويات أو عكس الكيك. الكيكة بدرجة حرارة متوسطة، بينما المعجنات تحتاج إلى درجة حرارة مرتفعة. هناخدو العجينة بالشكل هذا، حاولوا المولم مش خلوا فيها الهواء. ناخد عجينتي بالشكل هذا، نمدها يعني رغيف في البيت أو رغيفين، حلو ولذيذ. دقيقك مضمون مغربل، موادك كلها عارفة شنو اللي يصلح منها وشنو اللي متها باقية ما انتهتش. وأيضا النظافة مطلوبة، يعني كل شيء معتمتيه بنفسك وقاعد نضيف عندك في البيت. أنا ممكن أجيب سكين ممكن هنا انت تشكليها كيف ما تبي، تغطيها بالشكل هذا. حطيت لك خبزه رائعه جدا، ممكن تديري على شكل فريدات طويله الطول، ممكن تديريها بشكل اللي ترغبيه انت، تقدري تفنني فيه وتبدعي فيه. انا حناخذ البيضه نكسرها، ممكن تدهني بالحليب، شوية حليب وخل، تحطي معاه شوية قهوة عربية حتى فاضلة عندك، أو ممكن بيض مع قليل من الخل. نسبات الطنجرة، أنا أحط شوية من الخل على البيض، الفرشة متاعي. أنا نخلو حتى البنيات تشتغل الخبزة، اعتماد على النفس كويس. وأنا والله نحمل المسؤولية كلها للأمهات عدم دخولهم في المطبخ، يعني أنا لما فتحت دورات الطبخ فعلا لقيت البنات عندهم إجابة جميلة جدا وعندهم سرعة في التعلم. فأنتي يا بنتي أو أختي العزيزة عليك أنك تخلي بناتك يدخل المطبخ بدون ما تحطيهن وبدون ما تنقصي من قيمتهن وشخصيتهن. ان نحن نقول للبنات لا لا لا، انت بتعرفيش تديري، لا بتقدريش على الشيء هذا، لا خليهن، لان المطبخ فعلا يحتاج الى الشجاعه ويحتاج الى الثقه بالنفس. هو فن وابداع، وخليهن يحب المطبخ. الانسان لما يحب المطبخ يبدع فيه. ان شاء الله نشيلها الفرن وبعدها نطلع فاصل ان شاء الله ونعاوده من جديد. يا مرحبا، رجعنا لكم من جديد احبي المشاهدين. ان شاء الله هنشوف الطبيخه. هنا طابت، هنضيفوا لها شويه ثوم، هنضيفوا لها شويه بهارات، ممكن حسب الرغبه البهارات، تحبي فلفل اسود فلفل ابيض، هذا كله يرجع للاذواق. شويه من الكسبر والمعدنوس، خلوها شويه هكي دقيقه واحده، بعدين نزلها من على النار. طبيخه البطاطا ممكن نديروها طبيخه خضروات مشكله، كوسه، كرنب، نضيفوا لها اي نوع من الخضروات خاصه الخضروات الموسويه،
تطلع طبعا اللي هي طبيخة الخضروات المشكلة وتقدميها مع صحن من الرز الأبيض أو مع الخبزة، لذيذة جدا ومن وجباتنا الشهية من تراثنا الليبي. الخبزة عندي طلعتها أنا. الخبزة دائما لما بنستخدم المعجنات عندي نصائح. خبزتنا بالشكل هذا، الخبزة أو جميع المعجنات بصفة عامة لما بجيت تستخدميهن عندك اللي هنا القواعد أو الأساسيات لاستخدامها. أول شيء يكون الفرن متاعك عالي، تاني شيء حتى الصينية اللي تحطي فيها تكون ارتفاعها مش عالي، قليلة الارتفاع خاصة البيتزا والحاجات هذينا. حبذا لو كان حتى عندك صفرق دم من الألمونيوم أو الستيل قديم ما ترميهنش، استفيدي منهن، استخدميهن كطواجين. عندي بالنسبة للمعجنات أيضا أول ما تخرج من الفرن طلعيها من الطاجين لأنها تكون ساخنة، والطاجين من لوطة أنا عفرتها بالدقيق أو دهنتها بالدقيق، فالسخونة كلها تطلع لك من البخار، تطلع لك تسبب لك رطوبة في قاعدة الخبزة. رابع شيء أنك تلفي تخصي فوطة خاصة للمطبخ للمعجنات، تلفي بيها معجناتك باش تحافظ على طراوتها. نبي الخبز طرية ضروري لفها في فوطة من القماش، والفوطة هذه نخصصها للمعجنات. كل ما ندير معجنات هذه فوطتي نغسلها من وقت إلى آخر بالماء الساخن. عندي هنا طبيختي طابت، هنطفي عليها. هنجيب صحن التقديم نقدم فيه طبيختي، بسم الله. طبيخة البطاطا ديما تكون خاطرة حلوة مع الرز الأبيض مع الخبزة، طبيخة بالفول يعني فيها بروتين حيواني بروتين نباتي، في تعزيز هنا للبروتينات. مع المسير مع الفليفلية مع صحن سلطة خضراء تعتبر وجبة متكاملة. هنشوفوا خبزتنا ونقصوها. هنقص خبزتي بالشكل هذا، خبزة هتلاحظي خبزتك كيف طلعت بالشكل هذا. خبزتك صنعتيها في بيتك بيديك، وسلمي يديك على صنعتك في خبزتك، وعلمي بناتك انهم يسعوا الخبزة من وقت إلى آخر، لأنها الخبزة اللي في البيت حتكون مضمونة أكثر وصحية أكثر. ممكن تضيفي عليها جميع ما تبي اللي هو اليانسون أو حبة البركة، تضيفي عليها السمسم، تضيفي عليها الشمر اللي هو الكمون الأفطح الزميتة، ممكن تحمسي شوية بهارات، تحمسي شوية كركم، تضيفي لها الإضافات اللي أنت ترغبي فيها، تضيفي لها تطحني الكمامين متاعك تبدأ مشبعة ومغذية لأفراد أسرتك. يعني هنا الإبداع والفن ينطلق من المطبخ اللي هو مطبخك الصغير. ومطبخ راهو سهل جدا وبسيط جدا، بس الإنسان يحط له باله. بطلي ما تعتمديش مثلا على المكاييل اللي الجرامات والسنتيمترات واللي مليمتر، خليك عملية وبسيطة جدا في مطبخك، تلقي روحك ماشية جدا جدا، واشتغلي بأبسط إمكانيات اللي عندك في المطبخ، حتبدعي في مطبخك وتطلعي أروع الوصفات من مطبخك الليبي إن شاء الله. هذه خبزتنا اللي هي من تراثنا الليبي، أيضا مصحوبة بجانب الطبيخة متاعك. قدميها لأفراد أسرتك ولضيوفك وإن شاء الله بالهناء والشفاء. وبالنسبة للي فاتنا المقادير ياخذ المقادير من على الشاشة. إن شاء الله في حلقات جاية حنقدم العديد من المعجنات وأيضا العديد من الوصفات، وإن شاء الله حتى اللي فات الشيء يلقى مقاديرنا على الشاشة، وأيضا موجودات في كتبي، فكل شيء ميسر وسهل بإذن الله، وإن شاء الله صياما مقبولا وأفطارا شهيا. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.